هتجيبي طبق المحشي اللي في ايدك ده وليه؟ يا راجل اهدى على نفسك شويه، ده انت ما لحقتش تهضم لقمه الفطار. احنا يهمنا الكلام ده؟ هاتي هاتي. اتفضل. يا فندم انا وصلت الجهاز الهضمي فعلا اهو. اسمه الجهاز القومي لاداره وتنظيم الماكولات والمشروبات يا استاذ. طلباتك. انت دقيقه قوي بقى. انت الانسه امعاء الدقيقه. مدام معده موجوده؟ وحضرتك تبقى مين بالظبط؟ النقيب ايمن. اللي هو ازاي يعني؟ مش هقدر اشرح اكتر من كده لاني شغال في جهاز حساس. الله يكسفك. لا انت مخك راح لبعيد ليه؟ انا شغال في الجهاز العصبي، ما هو حساس برضه. العصبي؟ اصره مدام معده هناك في مكتبها، انت تاخد المستقيم ده طوالي، تفضل ماشي فيه لغايه ما تلاقي فتحه، اوعاك تدخل فيها الانتروك بره، هتمشي على انا عارف طريقي. احنا لينا شرايين في كل حته. طيب. عصبي قوي الواد ده. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت الجهاز العصبي. طب مش حضرتك كنت تقول انك هتشرفنا النهارده؟ كنا فرشنا الارض فيتامين. مفيش داعي للتكاليف. اسمعي يا مدام معده، انا جايلك في موضوع مهم جدا، مش عايزك ترتبكي ومش عايزك تتلبكي. خير يا سياده النقيب؟ انت كده كركبتني. انت عارفه ان احنا لينا عيون، اللي هي فوق دي تحت الحواجب في الدماغ. ايوه طبعا. وجات لنا معلومات مؤكده ان في كميه محشي مهوله دخلت الجسم دلوقتي وعن طريق الفم. مش ممكن، مش معقول. مش محشي عادي، ده محشي بليه يا مدام. يا نهار مش فايت، بليه حضرتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل ده بيعمل فينا كده ليه؟ حضرتك احنا لسه مش عارفين نودي الكبده الاسكندراني والسجق بتوع الصبح فين. انا موزعه دهون على الكبد وعلى الكلى وفي كل حته، خلاص انا ما بقاش عندي مخازن. انا عارف ان الوضع بقى صعب، الجسم كله ما بقاش زي الاول. انا لسه جاي كان في شريان مسدود على الدائري وبيحاولوا يسلكوه. دي عيشه بقت تقرف. انا كنت قاعد مع اللسان من كام يوم بيقول لي ما فيش حاجه بقى ليها طعم. لا 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 لا، انا كده جبت اخري، انا لازم اسيب المكان ده وامشي، مش قادره استحمل اكتر من كده. اعملوا بقى اللي تعملوه، تقلوني اقدم استقالتي مش فارقه. اقول لحضرتك انا هعمل ارتجاع. لا 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 لا، ارتجاع ايه يا مدام معده؟ معلش احنا في جسم واحد، ولو حصل تدخل جراحي هنتشرح كلنا، وانت بالذات يا معده ممكن تتدبسي، ولو حطولك بالونه معلش انا اسف هتتنفخي، انت مش ناقصه حموضه. وخلينا بقى صراحه، اللي على راسه قرحه يحسس عليها. وسيادتك عرفت منين ان انا مقروح؟ احنا لينا خلايا نايمه في كل حته. انا بس حضرتك كنت بحاول اهضم الموقف. طبعا احنا لو كلمنا المخ دلوقتي هنلاقيه جرس ومحدش بيرد. اللي بياكل محشي بالليه دلوقتي اكيد مخه مش فيه. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك. ايه؟ حاضر حاضر يا فندم حاضر. في ايه يا سياده النقيب؟ المحشي عبر القناه الهضميه وممكن يوصل في اي لحظه. يا خبر، مش معقول. انا اسف يا مدام معده، انا مضطر اطبق القانون. هتعمل ايه سيادتك؟ احنا لينا امان عندكم، هو عصبي برضه. لا مش ممكن، الا السلطان قوله. من فضلك ابوس ايدك بلاش. انت عارفه يا مدام معده ان انا ما كنتش احب اعمل كده، لكن الجسم لازم يتالم عشان يبطل يعمل فينا الحركات دي. لا ارجوك بلاش، ارجوك عشان خاطري. شوكي. ايوه يا شوكي، معايا النخاع الشوكي. ادي تعليمات للجهاز العصبي كله ان احنا هنحرر السلطان قولون. اي لا يا اخي، ربنا ما يجيب انتنال، احنا هنشوف شغلنا، مش عايزين تدخل من بره. المحشي ده مش هتهضم النهارده، على جثتي، قصدي على جثته. الحيني يا حاطر. في ايه؟ انا قلت لك ما تاكلش كتير، عملت لي فيها السبع رجاله. يلا قوم خش الحمام. حمام ايه؟ اطلب من الاسعاف. انا بولد، انا بولد والله.